ناقش وزير الصناعة والتجارة عبد محمد بشر الملاحظات المقدمة من مالكي المحال التجارية بشأن آلية التعامل بالبطاقة السلعية لموظفي الدولة في القطاعين العام والخاص، مشددا على ضرورة تكاتف الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص لإنجاح التعامل بالبطاقة السلعية بما يضمن توفير الاحتياجات من السلع للمواطنين لتخفيف معاناتهم المعيشية. وأشار إلى حرص الوزارة على إشراك القطاع الخاص في هذه العملية لتفعيل دوره الوطني في مواجهة العدوان وضمان توفر السلع الاستهلاكية بما يلبي احتياجات المستهلك خاصة قبل حلول شهر رمضان المبارك.